مديرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش أعلنت خلال كلمتها في النسخة الرابعة من قادرون باختلاف بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرتين حقيقة في غاية الأهمية، لأن هما بيساهموا في دعم ذوي الهمم. المبادرة الأولى كانت الإتاحة وكسب العيش، ونشدت جميع المؤسسات وجميع المصالح والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها كتير لإتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتسيير تواصل ذوي الهمم، ودعم كمان تشغيل ذوي الهمم بحوالي 5%. أما المبادرة التانية بقى فهي أحسن صاحب، ودي مبادرة عالمية بتهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرون باختلاف، وده كله من خلال تنمية العلاقات والصداقات، وطلبت كمان اننا نتطوع بجزء من وقتنا وطاقتنا او مواردنا او اهتمامنا عشان نبقى مؤثرين في حياه الاخرين. نهى، انا عايزه اقول لك انه طبعا هم اكيد المبادرتين يعني غايه في الاهميه طبعا، بس انا تحديدا عايزه يعني اعلق او اتكلم معاكي اكتر وندردش كده عن مبادره احسن صاحب. فكرة، انا احسن صاحب على فكره. انت اجمل واحسن واحلى صاحب وصاحبه في الدنيا. انت جميله يا رضوى وبحبك جدا حقيقي يا نهى بجد. يعني فعلا عايزه اقول لحضراتكم انه كلنا اي حد فينا من غير ما يكون عنده اصحاب فهو يعني مش عايش، يعني هيبقى ناقصه حاجات كتيرة جدا جدا. وانا يمكن على المستوى الشخصي ما بحسش ابدا بحلاوة اي حاجة غير بوجود الاصحاب الجمال كده اللي زي نهى. حبيبتي يا رب. حقيقي والله. واكيد كلنا الصاحب في حياتنا بيبقى ليه دور مهم قوي، بيبقى هو السند، هو الدعم، هو وقت الفرح بيبقى معانا، وقت الحزن بيبقى واقف جنبنا. ففكرة انه نشجع يعني مبادرة مهمة زي دي، نخصص جزء من وقتنا، جزء من جهدنا، انه يعني يكون عند كل حد فينا صاحب، هي بتبقى على فكرة حاجة مش مقصودة، يعني ما بتتعملش بقصد، بس فكرة انك يبقى ليك صاحب، صاحب ده مثلا من ذوي الهمم، فانت اكيد هتفرق في حياته واكيد هو كمان هيفرق في حياتك. ايه رأيك يا نهى؟ يعني متهيألي هي حاجة احنا ممكن نكون بنعملها بشكل لا إرادي، بس لما الدولة كمان تأكد عليها وتقول انه هيتم تخصيص تطبيق كمان للموضوع ده علشان نتواصل كلنا مع بعض ونشجع بعض ونبقى موجودين، وان الدولة هتتابع تنظيم مبادرة زي دي، متهيألي حاجة مهمة. حاجة مهمة جدا جدا الحقيقة. انا يعني تحية كبيرة كبيرة لسيادة الوزيرة على المبادرة الرائعة دي الحقيقة.